وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الإعلامي والعراقي مكي النزال. أهلا ومرحبا بك أستاذ مكي. بداية، في أي سياق بيان الميثاق الوطني العراقي الداعم للمتظاهرين في العراق؟ عفوا، ما فهمت سؤالك أخي. يعني كيف تصفون بيان الميثاق الوطني العراقي وفي أي سياق تضعوه؟ نعم، الميثاق الحقيقة مواكب ثورة الشباب العراقي. وهذا البيان هو مختصر لنقاط مهمة جدا، ربما لأهم النقاط المتعلقة بالثورة وما يحيطها من أجواء. يعني الميثاق يشرح بلغة يعني مركزة ومكثفة ما يجري من أمور حول هذه الثورة، يعني من الداخل والخارج. طب، يتحدث الميثاق أن العراقيين في الداخل والخارج يقدمون دعما لثوار ثورة تشرين، برأيكم ما الذي يمكن أن يقدموه لهم؟ نعم، الثورة بمحيطها وبحاضنتها، أي ثورة بدون حاضنة وبدون محيط متماهي معها هي ثورة فاشلة. وهذه الثورة نجحت بشكل خلاق وبشكل يعني مبهر الحقيقة للعالم بأسره، لأنها تمتلك العنصرين، العنفوان والصمود للثائر، ويحيط به حاضنة تحيط به حاضنة محلية مساندة ومؤازرة بقوة، الحقيقة بقوة مبهرة. وإضافة لذلك، العراقيون في الخارج يقدمون الدعم السياسي، وهو دعم مهم جدا، إضافة للدعم المعنوي وربما بعض الدعم المادي حسب ما يتيسر وممكن وصوله إلى الساحات من الأفراد العراقيين. بيان الميثاق أنحى باللائمة على المجتمع الدولي وصمته على ما يرتكب من جرائم ضد المتظاهرين. ما المطلوب من هذا المجتمع ومنظماته من أجل ردع قوى السلطة وميليشياتها عن هذا المسار القمعي الدموي؟ المجتمع الدولي منذ عصبة الأمم وقبل ذلك أصدر قوانينا و يعني أحاط هذا العالم بهالة من الإنسانية والعبارات. المطلوب من هذا المجتمع الدولي أن ينفذ ما قاله على مدى 100 سنة وأكثر. هذا واحد. الشيء الثاني، أن هذا المجتمع الدولي هو المسؤول عن نكبة العراق. المجتمع الدولي هو الذي دخل العراق بحجة تطبيق الديمقراطية والحرية الفردية والاجتماعية وما إلى ذلك. الآن المجتمع الدولي يتنكر لكل ذلك بكل قباحة. وحين نقول المجتمع الدولي نعني المنظمات الدولية والحكومات المشاركة في احتلال العراق وتحطيمه بهذا الشكل المأساوي.